ما هلا وصلنا لاخر محطاتنا عفاف، رح نحكي فيها طبعا عن الصحه وخصوصا خلال شهر رمضان المبارك. واحد المشكلات الاكثر شيوعا اللي بيتعرض لها الصائمين خلال شهر رمضان المبارك وهي الصداع. في كثير ناس بيعانوا من الصداع اثناء الصيام وحتى بعد الافطار، وبيسالوا نفسهم يعني السبب، هل هو السبب عدم تناول الطعام، هل هو السبب انخفاض منسوب السكر في الدم. وكثير من الأسئلة اللي بتدور أو بترافق موضوع الصداع اللي هو يعتبر عرض وليس مرض يعني. صحيح، كمان بتلاقي الموضوع عكسي أوقات، في أشخاص بعد وجبة الإفطار بصير عنده صداع رهيب وقوي. هدول الأشخاص كمان ممكن مثل ما حكيتي أنه يكون بسبب تغيير وقت الوجبات وتغيير بوقت نومهم، وكثير هذا الموضوع صعب وخصوصا عند أمراض الشقيقة، كثير بيعانوا خلال فترة شهر رمضان إن كان بعد الإفطار وقبل الإفطار وما بينه وبين. فرح نشوف شو هي النصائح والوقاية، طرق الوقاية، مع الدكتورة اليوم دينا العطار وهي اختصاصية في علم التغذية. بدنا نصبح عليك دكتورة، يسعد صباحك ورمضان كريم. صباحك رمضان كريم. صباح الخير دكتورة. صباح النور. يعني عادة الناس لما بيصيبها صداع فهي بتسأل نفسها أسئلة تانية، شو السبب؟ لأنه الصداع بنعرف أنه هو عرض لأسباب أخرى ممكن يكون مختفية، وخصوصا إذا كان مستمر حسب شدته ومكانه بالدماغ. ولكن الصداع اللي بيصيب الإنسان خلال شهر رمضان هو صداع من نوع آخر، خلينا نعرف الناس عليه أكثر. هلأ الصداع بشهر رمضان طبعا إذا رحنا معنا صداع قبل شهر رمضان فهو ما في شيء مرضي، مثل ما قلتي عرضي. من نشوف الشدة تبعه وإمتى الوقت تبعه، يعني إذا كانت درجته من خفيفة لمتوسطة وأنا مو أول ما فات أنا عندي هذا الصداع، لا أنا مثلا من هون لمنتصف النهار بعد الظهر بلش عندي يصير صداع، فهون ممكن نقول إنه هو من اختلاف معدل سكر الدم، إنه نزل عنا معدل سكر الدم وبالتالي أثر على الجهاز العصبي المركزي، فهون رحنا بنعرف إنه بسبب مثلا انه انا نزل نسبه السكر عندي بالدم. ممكن في سبب ثاني، يعني متعودين على انه ياخذوا كافيين او المدخنين، فكمان هذا احنا نعرف انه الكافيين او الدخان حتى هو ادمان، يعني شبه ادمان، فهو كمان ناقص هالماده هي بالدم، فكمان حتعمل صداع. وبالتالي كمان عنا عدم النوم، اختلاف اوقات النوم، الساعة البيولوجية تبع الجسم كمان اختلفت، فكمان ممكن يسبب لنا صداع. كمان في عنا شغل، في عنا كتير شغلة كمان رحنا دائما بنأكد عليها، إنه بشهر رمضان بالذات بتختلف كمان، إنه رحنا مثلا بنتناول كتير من القهوة أو الشاي أو الكافيين بعد الإفطار، فكمان هذا بيأثر لأنه رحنا أخذنا كتير كمية كتير كبيرة، فكمان تأثر علينا بقلب النهار. كمان بصير الموضوع يعني كل شيء بيزيد عن حده بينقلب ضده. في أشخاص بتفكر إنه أنا إذا زدت الكمية فخلال النهار ممكن تطول عندي نسبة الصداع، فبصير الأمر عكسي عندهم. هلأ هون حكينا عن الصداع بشكل عام، في أشخاص بعد الإفطار مباشرة تلاقي صار عندهم وجع راس كتير قوي، شو أسباب هذا الصداع؟ أهم أسباب الوجع الرأس اللي بعد الإفطار هو من كمية الطعام اللي تناولها بشكل كتير كبير، فجأة هاي المعدة الفاضية رحنا فوتنا عليها كمية كبيرة من الطعام وبدها تهضمه، فالدم المحمل بالأكسجين حيروح للمعدة ما عاد يوصل للدماغ بشكل أساسي، فهون حيتشكل عنا الصداع. يعني أهم الأسباب هي، ومثل ما عم قلت كمان، رحنا وقت نكون إنه كتير بحاجة كافيين ورجعنا أخذنا كافيين. وكمان ممكن الجفاف اللي رحنا معانيين منه بقلب النهار، يعني رحنا ما عم نشرب كميات كتير منيحة من السوائل، يعني بعد الفطور للسحور إذا ما شربنا سوائل منيحة هي كمان هتسبب لنا صداع. أكيد بعض الأمراض بيكون مرتبطة بالصداع بشكل كبير، واللي منها طبعا الشقيقة وبيعانوا منها كتير، يعني مرضى الشقيقة بالأوقات العادية بيعانوا كيف إذا هنن صايمين وصار عندهم بعض مشاكل، وخصوصا هذا الرمضان يعني صار معنا تقلبات بالجو بين شوي حرارة وشوي برد، نعرف هي كلها كمان بتأثر على الصداع. شو النصائح اللي بتقدميها لمرضى الشقيقة برمضان؟ هلا مرضى الشقيقة هن بأكيد بدهم يلتزموا بالأغذية والحمية اللي هن ما لازم يقربوا عليها، فهدول لازم أكيد يضل مستمر هذا خلال شهر رمضان، مثل ما رحنا بنقول الأجبان، الآيس كريم، الشوكولا، المواد المعلبة اللي فيها جلوتامات الصوديوم، هدول لازم يبتعدوا عنهم، فهدول كمان حتى بشهر رمضان لازم يضلوا
يقولوا انه هن مبتعدين عنهم، يحاولوا كثير ينظموا وجبات الطعام تبعهم وينظموا كمان النوم تبعهم، لانه النوم كثير بياثر، لانه رحنا عم نعطي لهذا الجهاز ستريس اكثر باختلاف النوم، فهو عم يتوهج اكثر الجهاز وعم يصير معه مشاكل اكثر. فرحنا هون بالعكس، يعني بدنا نلجا لحاله الاسترخاء. فلذلك نحن بننصحهم حتى انه ياخذوا شيء فيه بوتاسيوم، شيء فيه مغنيسيوم، لانه هذا كله بيساعد على الاسترخاء. ذكرتي انه المغنيسيوم قبل النوم ممكن الشخص ياخده لحتى يخفف من نسبة هاي الصداع بشكل عام والشقيقة. في أشخاص خصوصاً هلأ بالجو فيه برودة، يعني بتتأثر بالحرارة بالبرودة، بتصير عندهم نوبات شقيقة من أي عامل بالجو أو حتى نفسي، ممكن أنا انزعجت أو تحسست من موقف ما فجأة ضرب راسي عليه وصرت ما فيني أخذ أي أدوية ولا فيني لا أشرب ولا أكل. هون هذا الشخص شو ممكن يعمل أو أنا شو ممكن أعمل إنه ما كان حالي؟ هلا احنا بنعرف حتى احيانا ان اختلاف الضوء عند المادة الشقيقة ممكن يصير هذا الموضوع، فرحنا حنحاول نحافظ عفوا ما يكون في تقلبات كثير شديده. مثل ما قلتي المشكله احنا يعني هلا رمضان هاد ايامات كانت برد وايامات كانت شوب، ايامات البرد الجسم عم يستهلك اكثر سكريات لحتى يحافظ على دفى جسمه وعلى الطاقه تبعه، وقت عم يكون شوب بالعكس رحنا عم نفقد سوائل اكثر، فكمان مشكله. يعني فرحنا بدنا نحاول نحافظ انه رحنا بعد الفطور نحاول نحافظ على هذا الموضوع، حتى نحاول بعد الفطور انه مثلا نعطي شويه استرخاء لجسمنا. يعني رحنا طول النهار مثلا في تعب وفي ارهاق وفي كذا، جينا بعد الفطور اكلنا هالوجبه كذا ونرد نرجع نعطي شويه استرخاء للجسم ونحافظ على ساعات النوم. كمان دكتوره الضوء اوقات بيكون كثير مزعج وبسبب صداع، انا كمان هيك طبعا. يعني تنصحي هون انه نكون بجو معتم لحتى نخفف ولا لا؟ اكيد اكيد، خاصه اذا هي يعني مشكله الشقيقه بالذات، في عندك بعض الناس تتحسس من شغلات معينه وفي بعض الناس من شغلات معينه. هلا مثلا انت مثلا بجوز تقولي لي انا بتحسس من الضوء، بعد اخذ مريض شقيقه ثاني بيقول لك انا لا ما عندي مشكله بالضوء، انا عندي اذا عصبت مثلا ممكن انه ما تجيني، ممكن تجيني نوبات متتاليه انا في حاله نفسيه معينه يكون فيها. فنحن هي المشكلة تختلف من شخص لشخص آخر، بدنا نحاول إنه كل شخص إداريا حسب الترتيب تبعه اللي هو بيعاني منه. أكيد. دكتورة دينا بختام حديثنا، أبرز النصائح اللي بتحبي توجهيها اليوم لكل اللي عم بيتابعنا واللي عم بيعاني حاليا من مشكلة الصداع برمضان؟ أهم النصائح أول شيء طبعا كلياتنا لازم نحافظ على السوائل وهي المي بالذات مو أي مشروب تاني، وتاني شيء إنه نحاول وجبة الفطور ما تكون هي وجبة واحدة، يعني نقسمها لعدة وجبات، لأنه أي حدا حتى الصايم الطبيعي وقت عم فوت وجبة كتير كبيرة فعم يحس بعدها بالخمول وبالتعب وبالإرهاق وما عم يقدر، فنحاول نقسمها. يعني ممكن مثلا نفطر على تمرة، على كاسة لبن، على شوية شوربة، ورد شوي تاني نترك مسافة بسيطة نرد ناخذ وجبة تانية، أو ممكن نفطر شيء بسيط ورد على الساعة 12 مثلا ناكل وجبة ونرد نرجع. وجبة السحور كتير منأكد عليها، كتير ضروري وبوقتها، يعني قبل صلاة الصبح تماما، مو مثلا انا اكل الساعه 12 اقول انا خلص اتسحرت، لانه بهالحاله انا عم بظلم نفسي وعم ينزل معدل سكر الدم عندي من قبل بوقت. يعني بدل ما صوم مثلا 12 ساعه او 16 ساعه انا عم صوم 18 ساعه، فانا عم بوصل بالعكس لاخر النهار مرهقه جسمي زياده. اكيد بدنا نشكرك على كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، بدنا نشكر وجودك معنا. رمضان كريم عليكي، كنتي معنا اليوم الدكتوره دينا العطار اختصاصيه التغذيه. شكرا لك دكتورة، ورمضان كريم ينعاد عليك يا رب. عفوا، ورمضان كريم عليكم وعلينا يا رب.